قولهم مية والله. ناخذ مداخلة اتصال من البروفيسور طارق الحربي، طارق الحبيب، مستشار استشاري الطب النفسي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير. الصوت عندنا واضح. صباح الخير يا دكتور. يا هلا. يا هلا والله وسهلا، حي هالصوت. صوتك من بعيد شوي، صوتك من بعيد شوي. بيخلي الكنترول ان شاء الله يرفعون الصوت. اول شيء نرحب بالبروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي. عندي لك سؤال يا دكتور، يا بروفيسور، قبل لا انتقل لاحمد. يا بروفيسور، انت قلت انه اذا احمد سعود وصل. صوت يا طويل العمر. طيب اذا بس يرفعون لنا الصوت للدكتور البروفيسور طارق عشان بس نسال السؤال. يا بروفيسور طارق، الصوت واضح الان؟ لا، ارفع صوتك بالحيل كانك من بعيد تكلم. طيب بحاول ارفع الصوت قدر الامكان. ايوه. يا بروفيسور، انت قلت لاحمد سعود او وصلت رساله، قلت اذا احمد سعود وصل للنهائي. احمد سعود اي واحد فيهم؟ بس البحريني. البحريني. فتى المحرق الولهان. نعم، فتى المحرق الولهان. إذا وصل للنهائي له هدية. إيه، أنا قلت له إذا كنت أذكر، وإذا أنا مخطئ صحوا لي، إنه يدخل جميع دوراتي في أي مكان في العالم مجانا. الله. الله يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله، يستاهل أحمد سعود. والهدية طبعاً خلاص الآن. دكتور أسلم عليه ممكن. استطاع أن يصل ما شاء الله. وصل للنهائي يا بروفيسور. صبحك الله بالخير يا دكتور. يا هلا والله. كيف الحال؟ شلونك؟ طيب إذا فاز الآن خلصنا الهدية الأولى. الحين وصل للنهائي يعني ما فاز، يعني صار ضمن مجموعة. أي وصل للنهائي بس إلى الآن باقي الختام. كم اللي وصلوا للنهائي؟ 15 متسابق. طيب الهدية الآن أخذ الهدية الأولى. جميل. الهدية اللي بعدها إذا استطاع أن يفوز ألقي له دورة تدريبية خاصة هو وزوجته ببيته بالبحرين. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعطيك العافيه بروفيسور. وهذا تواضع جميل منك يا بروفيسور. هذا 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 الطفل بينبع. مره يا شباب كنت حاضر بينبع، لما طلعت جاني طفل عمره 12 سنه سالني سؤال في الحياه الزوجيه، ايش علاقتك كنت؟ قلت انا اسالك جاوبني. كنت وعد لك اذا تزوجت اجي حاضر ببيتك. الى الحين انتظر اتصاله. توقع انه تزوج، الكلام من 15 سنه. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. بيض الله وجهك يا بروفيسور. تسألون شجع الشباب كلهم. تسلم تسلم يا دكتور، ما تقصر. يا بروفيسور وانت حقيقه فخر بتواجدك وتداخلك معنا في هالفقره. نشكر البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي. بيض الله وجهك يا دكتور.